2.5% of the harvest. La profondeur de la fondation, 77 mètres de hauteur, avec la pierre de la colline. مراكش اللي كتبقى مدينه سياحيه وهي هي القافله ديال السياحه في الصعيد الوطني. احنا يمكن نقول من السنه الماضيه صبح التجار المطاعم الناس كيتعاملوا بطريقه عاديه وحسوا باش ما يحس السائح بانه في واحد الجو اللي هو متغير على الايام الطبيعيه في السنه. وتيبقى دائما السائح هو المقبول، حتى عندنا جميع المطاعم محلولين، جميع المقاهي محلولين للسياح خاصة في المدينة العتيقة. وكذلك الاستقبال عند التجار تيبقى بطريقة اللي هي طريقة يعني عفوية، بالطريقة اللي هي تجارية، خاصة أن صناعتنا التقليدية كتبقى من أحسن على الصعيد العالمي. ومراكش وفاس كيبقاو دائما هما المدن القوية بصناعتها التقليدية المحبوبة عند السياح عامة. شكرا. Moi je suis très content de venir au Maroc, c'est la quatrième fois que je viens dans ce pays et je trouve que c'est un pays très 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 accueillant. J'aimerais y venir plus longtemps, rester un, deux, trois mois pour mieux connaître encore ce pays et connaître les tribus, me promener dans ce pays parce que je trouve que c'est un pays très 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 beau. La seule chose que j'ai trouvé différent, parce que j'étais venu il y a 20 ans, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde, moins de touristes pendant le mois du Ramadan. On a eu l'occasion de se promener hier soir dans la Médina et c'est beaucoup plus simple. Les commerçants sont plus disponibles et tout. Donc non, le Maroc, c'est tout le reste le Maroc. Hein, les gens sont toujours très accueillants et tout se passe bien. صراحة في هاد الأجواء الرمضانية اللي كاينة عندنا في وسط مراكش، الجو عادي ما بين سواء كان رمضان ولا ما كانش في الجو الآخر، كاع بحال بحال. الحمد لله الخدمة غادية كيف ما كانت من قبل. بالنسبة لا الغداء ولا العشاء تندوزو مع السياح تيدوز عادي كيف هي مات الفطر نيت. تيكون عندنا واحد شوية البوز فوقيت الفطور تندوزوه باش نفطرو. بيان سير السياح تيعرفوا بان كاينين عندنا هاد الاجواء، تنشرحوا لهم شحال من واحد تيدخل عندنا تيسولنا على اشنو واقع اشنو كاين، تنشرحوا ليه بانه عندنا واحد الصيام ديالنا في رمضان، عندنا واحد الجو ديني، واحد الطقوس ديالنا دينيه اللي تنعرفوهم عليها، تيعجبهم الحال تيعرفوا اشنو كاين، تيفهموا اشنو واقع اشنو كاين، تدوز الاجواء عاديه الحمد لله، ما كاينش المشكل ما بيننا وبينهم. حنا الحمد لله تنخدموا في نفس الوقيته، نفس ما بدلنا حتى حاجه، وخلينا بحال خلينا الجو وبقى هو بالنسبه لهم هما، رغم انه حنا تنكونوا صايمين وتنكونوا سوا، ولكن هما تيبقى عندهم الجو هو تيدخلوا في الوقيته اللي كنا تندخلهم فيها تيبقى هو، الابتداج بقى هو، الغداء بقى هو، بقى التوقيت بالليل حتى هو، ما كاينش مشكل في هذه المساله هذه معاهم هما الحمد لله، وتا هما متفاهمين الوضع اصلا، ما كاينش الاختلاف.